ممكن تضربيه. ايه الجو ده؟ خبطة صغيرة كده. عايز اتأكد اني عايش احلى لحظة في حياتي. ياه، وانا بقى مطلوب مني دلوقتي ادار واخويا يغمى عليا من الكلام ده؟ والله انت لو دروختي هتسهلي عليا حاجات كتير قوي. طارق بقول لك ايه، انا ما بحبش الكلام ده. الله، في ايه؟ انت اتعصبتي كده ليه؟ انا ما اتعصبتش، انا بس ما بحبش الطريقة دي في الكلام. انت مكسوفة مني ولا ايه يا ملك؟ طب ده انا جوزك وحبيبك. حبيبي؟ يا سلام. فاكر لما اتخانقت معايا اول ما تعرفنا على بعض عشان توزيع البرامج؟ اولا بقى انا فاكر كويس قوي ان انت اللي اتخانقتي. ثانيا يا ستي، كنت بتلكك بنكشك عشان نخرج ونحب بعض ونوصل للي احنا فيه ده دلوقتي. طارق بقول لك ايه، ما تخش اتغير لغايه ما انا كمان اغير هدومي. احنا كده ابتدينا نتكلم صح. ثانية هغير وارجع. لا ما تخرجش غير لما اقول لك. يعني ايه؟ هتحبس في الحمام؟ ماشي. ملك، مكة، موكا، ملك. طارق اطفي النور ده. ليه بس يا حبيبتي؟ مش مستحمله، انا ساعه انفجر من الصداع. طب اجيب لك مسكن؟ لا مش عايزه حاجه، اطفي النور بس، انا عايزه ايه. موكا، ملك، ملك، موكا، ملك، يا ملك، ملك، ما تظهر يا عسل شوية، يمكن نايمين ولا حاجة. معقولة لحد دلوقتي؟ مش عرسان يا عسل. عرسان يعني ما يفتحوش؟ صباح الفل يا عريس. مبروك. ايه ده كل ده نوم؟ شكله خسرته جامد ولا حبيبي يا طارق، صباحية مباركة. الله يبارك فيك. يلا نجاة تحطي الحاجات في المطبخ على ما اطمن على ملك. موكا، موكا، ملك، موكا، موكا، فين ملك يا طارق؟ منورين يا جماعة. يا حبيبي ده نورك. نجيت ما تاخدي منها وتعملوا لنا شاي، وهدي كحك وبسكويت عشان طارق يفطر. على عيني يا هاني. هي ما قالتلكش رايحة فين؟ الحقيقة طنطر ما شفتهاش وهي خارجة،
انا صحيت من النوم على صوت جرس الباب وما لقيتهاش جنبي وما كلمتهاش في التليفون. ما لحقتش، بس تليفوني جوه اجيبه عشان اكلمها. خليك خليك انا هكلمه. كويس، تليفون بيرن. ايه ده؟ ده تليفون ملك هاني، كان في المطبخ جوه. طب هاتيه، استعجلنا الشاي بقى. حصلش حاجة امبارح؟ لا والله يا عمي مفيش حاجة حصلت خالص. مفيش حاجة حصلت خالص ازاي يعني؟ طب مش يمكن زالوا من بعض أو اتخانقوا؟ يا حبيبتي هو في حد بيتخانق ليلة الدخلين؟ طب هم دول بقى بيبقوا من الهنا والدلع، الراجل فيهم بيبقى عايز يشيل مراته من على الأرض يشيل. أمال يا ماما تسيبه وتخرج ليه؟ عادي، ممكن تكون تعبت وراحت للدكتور او حتى راحت تشتري حاجه من الاجزخان. يا سلام، لوحدها؟ هي برضه تتكسف تقول له تعالى معايا مشوار زياد، لسه ما خدوش على بعض. طب انا بقول يعني مش يمكن، يمكن الاستاذ طارق امبارح سيب التعيب، حد يقول كده؟ الاستاذ طارق شكله راجل وسيد الرجاله. يلا خلاصي بطلي رغي في الكلام ده، انت لسه صغيره. يلا يلا اتفضلي اطلعي قبل ما طارق يصحى. ايه ده، انت مش طالعه معايا ولا ايه؟ خلاص صوت نايل، انت كمان عايزاني اطلع معاكي يا ملك؟ انت ليه محساني اني عامله مصيبه؟ لا عادي، عادي خالص اللي انت عاملاه. عروسه سايبه عارسها وبيتها يوم الصباحيه ونازله كده تفرفش في النادي، ده عادي؟ يا حبيبتي انا صحيت الصبح ما لقيتش حاجه اعملها، وهو فضل سهران طول الليل ما نامش غير بعد الفجر، فقلت اما انزل، ايه المشكله يعني؟ ولما هو سهران ما سهرتيش معاه ليه؟ خير انت اطلعي بقى لحسن تلاقيه صحي وقلب الدنيا عليكي. طب والله ما انا طالعه غير لما تيجي معايا، مش كفايه وصلتيني لحد هنا؟ هاري سويت انت كمان كنت عايزه تضيعي لك ساعتين في التاكسيات يا ملك؟ يا صافي بقى بلاش غلاسه، عشان خاطري اطلعي نشرب حاجه ونرغي شويه ولو صاحي بينزلي على طول. ماشي يا ملك، امري لله، اتفضلي. مبسوطه كده؟ اي ماشي يا ستي، ربنا يستر. اتفضلي يا عروسه. صباح الخير يا جماعه. صباح النور. عن اذنكم تعالي يا ملك، تعالي يلا.